كمل على أسئلة الفراغات. هذا أكثر ثاني شيء ناس سألوني هو. تمام. عبارة عن فراغات لنفس القطع اللي قبل شوي حليناها وحددنا ليها العناوين، فمحتاج نحدد عليها ثانية. نكمل. نكمل. أبغى أكد على هذه النقطة للمرة 50 إنه دائما قسم القراءة ما راح تفهم 100% حتى لو كنت نيتيف، أو ممكن البروفيسور حق الجامعة ممكن يقدر يفهم إذا كان نيتيف، لكن معظمنا أنا وإنت والحمد لله جايب 8.5 في الآيلتس، لكن تلاحظوا أنا ما أفهم كلام كل الكلام ولا يحتاج إنك تفهم. تمام. فإحنا دائما نتخوف الموضوع في الموضوع. ابدأ دحين، لا تقول ترى الموضوع مرة معك. أنا بديت زي كذا، ما كنت أفهم ولا شيء. دحين الحمد لله مع إنه جايب الحمد لله 8.5، لكن في أشياء كثيرة، جمل كثيرة، كلمات كثيرة ما أعرف معناها. فطبيعي إذا أنت ناوي تجيب درجة 6 درجة 7 وأشياء كثيرة ما تعرف معناها وتحل وأنت ما أنت متأكد من الإجابة، it's normal. just keep it up. اتدرب 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 وطور مهارة القراءة. يعني التطوير والتدرب هي الحل باختصار، لكن استمر، ابدأ دحين. بعض الناس ياخذوا أسلوب غريب، يقول لا صراحة لما يكون مستواي عالي، لما أكون أقدر أفهم كل حاجة وقتها راح أختبر آيلتس. هذا معناه زي كأنه بتقول لما حنحف ولما أصير رياضي وقتها راح أروح الجيم. أنت بتروح الجيم عشان تصير رياضي صح ولا لا؟ فنفس الشيء هنا. كل هذه الأسئلة الفراغات. تمام. In a Bombay clinic, a young doctor who came up with the concept of infecto obesity believed that the obesity was caused by a kind of virus. يقول لك هذا أعتقد إنه هذا شيء موجود في الفيروس. For years he conducted experiments on على إيش؟ طيب هذه أول خطوة في أسئلة الفراغات. أول حاجة حاول تفهم اللي جاء من الكلمات المذكورة أول، هل هذا الفراغ موجود فين؟ فين إجابته؟ فلاحظوا ذكر الفيروس، ذكر في أحد سواه في بومبي. فهذه كلمات مهمة عشان أدور عليها في فقرة. أول شيء عرفت إن الإجابة موجودة عندنا في الفقرة تتكلم عن الفيروسات اللي هي هذه. هي هذه أو هذه؟ واحدة منها. تمام. ونبغى نركز على كلمة بومبي، أكيد حتكون موجودة لأن دائما حتكون ما ينفع نعيد صياغة المدن. مثلا ما يمدينا أقول جدة أعطيها إعادة صياغة، جدة هي جدة حتى لو يعني حاولت تعيد صياغتها هي نفسها حتبقى جدة. تمام. فالأعلام صراحة مرة كويس إنه هذا النوع من السؤال جاء، لأنه دائما الأسئلة اللي فيها أسماء زي جدة زي رياض زي بومبي زي سعودي أريبيا زي أو أعوام قصدي يعني وقت معين 1995 2012 إلى آخره وقت معين أو مكان معين سهل إنك تلتقط الإجابة أو شخص معين مثلا يقول لك ألبرت أينشتاين سهل إنك تدور الإي في البداية. دائما الأعلام تبدأ بحرف كابيتال زي عبد الرحمن الإي لازم تكون كابيتال، عمر الأو راح تكون كابيتال، جدة جي لازم تكون كابيتال. تمام. مثلا أوريكم مثال سريع. تمام. سهل إنك تلقط كلمة بومبي هنا لأنها كابيتال. هذا الشيء ما أعرف إيش معناه إيش هو، لكن هذا أعتقد إنه الشخص، لكن كابيتال. تمام. فسهل إنك تلقط الكلمات والأعلام من بين النص. طب ليش أقول لكم هذا المعلومة؟ لأنه لما يكون الوقت عندك ضيق وما تكون متأكد ويعني خلاص ما عندك وقت، هذه الأسئلة راح تنقذك من الموقف. روح على طول، روح لهذه الأسئلة حلها أول حاجة، والأسئلة ما عرفتها وأخذت منك أكثر من دقيقتين حط عليها علامة استفهام، ولما يكون باقي وقت ارجع مرة ثانية. فهذه الأسئلة مهمة وسريعة وتعتبر هدية لك. ما نبغى نكمل، نبغى نوقف هنا ونبغى أول شيء نخمن إيش الإجابة. احتمال كبير أنه سوى تجارب على حيوانات مثلا أو فيران أو ناس أو فئة معينة، لكن شيء واحد سوى عليه تجارب نوع شيء. تمام. فنشوف بعد البومبي ايش قال، انه هل هو سوى chickens. تمام. فهذا معناه chickens. خلينا نتأكد من الإجابة. طيب زي ما قلت لكم الإجابة ما راح تكتب هنا، راح نحط صح، وفي ورقة الإجابة اللي هي 40 سؤال راح تكتب هنا chickens. خليني نتأكد الإجابة حقتنا صح ولا لا. تمام. فينها chickens. ممتاز. لاحظوا معايا ولا نص دقيقة هذا السؤال أخذ مني. الموضوع مرة بسيط، امشي على الخطوات، امشي على تكنيك حاد، درب عليها. فالموضوع ترى ما هو شيء ما هو شخص يخاف منه. لاحظوا ما قريت القطع أصل، والحمد لله حلينا كم سؤال، تقريبا 5 أسئلة لين دحين بدون قراءة القطعة وبدون فهم القطعة، بس ركزنا على هذا التكنيك والحمد لله نتائج قوية ومعظم الإجابة تكون صح. Finally, when he moved to America, he identified a new virus named blah blah blah, which proved to be significant breakthrough in introducing more weight. بعد ما راح أمريكا اكتشف
فيروس جديد. فهنا هذا معناه انه حيذكر اسم فيروس. تم لاحظوا معايا الاجابه فين حتكون موجوده؟ الاجابه حتكون موجوده هنا. تذكروا قال هنا انه راح في يو اس تمام. اعتقد هو لقى هذا الفيروس. تم خليني اتاكد منه. تمام. قال انه بسبب هذا الفيروس بعد ما دخلهم في في الدجاج صاروا زاد وزنهم. got fat. mice got fat. تمام. فهذا معناه انه هذا الفيروس نكتب اسمه بالضبط زي ما هو في الفراغ هنا. كده نكون حلنا هذا السؤال. نكمل اللي بعده. تمام. introducing new more although there مدري ايش seem no way to eliminate these the virus still a kind of ايش الشيء يعني يقول بالرغم انه ما يمدينا نشيل هذه الفيروسات لكن في حاجه can be separated as so as to block the effectiveness. في حاجه يتم استخدامها عشان يقلل من فعاليه هذا الفيروس في زياده السمنه. طب ايش هو هذا الشيء؟ فاكيد هي الاجابه موجوده هنا واحنا نكمل فنشوف هل في حاجه isolated a gene that when blocked from expressing itself seems to turn off the virus fatty. ليش قاعد اركز على هذا المكان؟ قاعد يتكلم على كلمات قريبه جدا. isolated جدا قريبه من separated. تمام. فيقول لك a kind of ash can be separated to block the effectiveness. حاجه من kind of a kind of gene maybe isolated a gene that when blocked from expressing itself seems to turn off the virus fattening power stem extracted from fat cells and exposed. ماني متأكد جدا لكن أتوقع هي جين. اللي جاي في ذهني هي جين. تمام. حنيجي نتأكد عليها. خليني نيجي نتأكد عليها الحين. تمام. نشوف. أيوه جميل جين بدل من غشه. أنا ترى ما غش ترى ما أعرف ليش جاب ذهني الحين من جد ترى. تمام. In the future the doctor is aiming to develop a new which may effectively combat this virus. هي حاب يكتشف حاجة. تمام. فهو يبغى when stem cells are the gene لسه في تكملة. تمام. في تكملة كمان appears to be necessary and significant to trigger blah 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 and the goal تمام هذه معناها الإجابة قريبة to use research to create a sort of obesity vaccine اللي هي ما أدري إيش نسمي عليها. تمام. موجودة. أيوة يب ممتاز الحمد لله. تمام. ايش تبغون نحل اكثر؟ حلينا صح وخطا قبل 3 ايام، حلينا اسئله هذه انه تحط الفقره، حلينا اسئله الفراغات، ايش تبغون نتكلم اكثر؟ اذا كفايه حنيجي لقسم الكتاب، واذا مو كفايه قولوا لي ايش الانواع تبغون نتكلم عليها، وايش المواضيع تبغون نتكلم عليها، ونشوفكم على خير في امان.